بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن الصلاة السنن، الصلاة الفعلية. 1. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، أن يقول الله أكبر. رفع اليدين عند الركوع. 3. رفع اليدين عند الرفع من الركوع. وعند القيام للركعة الثالثة في الصلاة التي فيها التشهدان، كون الإصبع أثناء الرفع المذكور والحط منه مضمومة إلى بعضها. 6. كون الأصابع ممدودة مستقبلة القبلة بباطن الكف. 7. كون هذه الأصابع ترفع إلى حذو المنكبين أو فروع الأذنين. 8. وضع اليد اليمنى على الشمال أو قبض اليمنى على كوع رفق الشمال. 9. النظر إلى موضع السجود. 10. التفريق بين قدميه قائما تفريقا يسيرا. 11. ترتيل القرآن وتدبر القراءة. والله أعلم.